السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا دكاترة معانا شوية حاجات في المحاضرة، شوية حاجات بدهية جدا سهلة جدا، يعني زي ما تقولوا كده بننقنق مع بعض الكلام اللي احنا فهمناه، بنحاول ان احنا نزود مثلا تطبيق. فالسايد ايفكتس بتاعت الأدوية اللي هي انتي ماسكارينيك دراجز، معظم السايد ايفكتس انا كتبتها لكم في وسط الحاجات، في وسط الكلام يعني. ماشي، اول مثلا سايد افكتس بيقول لك دراينس اوف ماوس، احنا عارفين ان هو بينهبت كل السكريشن ما عدا السكريشن بتاعت الجي اي تي بتاعت الاستومك، الاتش سي ال اللي بينهبتها مين بس؟ البايرنزبين، قلناها وهتلاقيها موجوده في الداتا. ماشي، بيقول لك بيعمل بلور ديفيجن. يعني ايه بلور ديفيجن؟ اهي نتيجه لانه السايكلوبليجيا، نتيجه للسايكلوبليجيا بيعمل بلور ديفيجن. يعني ايه بلور ديفيجن؟ يعني زغلله في العين، يعني ان انت مش قادر تشوف الحاجه القريبه كويس. تمام، بيقول لك ان هو بيعمل ساينس تاكيكارديا. اي بيعمل تاكيكارديا، اظن ان هو سهل جدا. لو انت نزلت على السي في اس هقول لك ان هو بينكريز الهارت ريت، وبالتالي من الاعراض الجانبيه بتاعته ان هو بيعمل تاكيكارديا. تاكي زي ما قلت لكم في الشرح ان تاكي يعني رابد يعني سريع، وكارديا يعني هارت. تمام، وبرده بالمناسبه كان برده بيعمل تاكيبينيا. تمام ماشي، تاني حاجه بيقول لك ان هو ريتينشن اوف يورين. ها قلناها فين؟ قال لك في اليورينري سيستم، اهو بيعمل ريتينشن لليورين. طب احمد انت عرفت منين؟ قلت لك ما هو انا قلت ان هو نفس فعل السمباثاتيك، والسمباثاتيك بيسكر المحابس، فقلنا ان هو لو قفل المحابس بتاعت اليورينري سيستم هيعمل يورين ريتينشن، وبالتالي كنا بنستخدمه في علاج الانيوريزيس. ما احنا ليه كنا بنستخدمه في علاج الانيوريسيس؟ الانيوريسيس دي يعني ايه؟ يعني ان انت مش قادر تتحكم في البول، البول عمال ينزل وانت مش قادر تتحكم فيه، بس هو ات نايت بس، اللي هي نوكتشرنال. تمام، اللي هي ات نايت. طب الانيوريسيس دي انت مش قادر تتحكم في البول، فهو بيعمل ريتينشن للبول، بيعمل احتفاظ بالبول، برضو اتقالت بس احنا يعني بنذكر بس مش اكتر. بيقول لك ان الخطوره هنا بقى، نبص هنا كده على الرسمه دي يا دكاتره، بصوا كده على كلمه البروستاتا، ثانية واحدة هعملها لكم اهو. بصوا كده البروستاتا فين يا دكاترة؟ هي دي، شايفين البروستاتا دي؟ شايفين فين موقعها؟ فين موقعها؟ هتلاقوا ان موقعها على جانبي اليوريتا، الحاجة اللي طالعة من المثانة دي اللي هي هيكون فيها اليورين بعد كده. تمام، فبالتالي البروستاتا دي لو تضخمت هتضغط على المكان ده. تمام، طب ولو ضغطت عليه ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت عليه اليورين مش هينزل، فهيحصل يورين ريتينشن. طب انا دلوقتي يعني العيان هي اصلا بتعمل يورين ريتينشن، طب وهو اصلا عنده يورين ريتينشن ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى دي من الاعراض الجانبيه الخطيره فيها، لذلك ان انت ما ينفعش تديها للناس الكبيره، لان الناس الكبيره هم اللي بيكون عندهم يعني بيكون عندهم حاجه اسمها سينيل انلارجمنت اوف بروستات، يعني البروستاتا بتاعتهم بتكون كبيره. تمام، وسينيل يعني عجوز يعني. تمام، يعني في الناس الاولد ايج يعني. تمام، فاحنا قلنا قبل كده ان انت ما ينفعش تديها للاطفال عشان موضوع التمبريتشر، عشان ان هو بينهبت كل السكريشنز فبيعمل دراينس فبيرفع درجه الحراره والاطفال بيتحركوا فممكن تعمل لهم مشاكل. تمام، وادي برضو ما ينفعش تديها للناس الكبار علشان موضوع مين؟ البروستاتا بتاعتهم واليورين ريتينشن. حاجه كمان برضو في الكبار ان هو بيعمل جلوكوما. دي صعبه اهو، بيعمل جلوكوما ليه؟ لانه بيزود الانترا اوكيولار بريشر. تمام، طبعا كل الكلام بدهي ومكتوب، بس يعني زي ما قلت لكم انا بس يعني ايه بنفكر مع بعض بدون مشكله. رابع واحد ان هو بيزود التمبريتشر. ها، بيعلي التمبريتشر ليه؟ لانه بيعمل دراينس. ده كله كلام بدهي زي ما قلت لكم، بس يعني ايه بس بنحاول ان احنا نفتح دماغكم بس مش اكتر. الكونترا انديكيشنز بتاعت الادويه دي، يعني ايه كونترا انديكيشن؟ قال لك يعني مانع الاستخدام، يعني امتى ما ينفعش ان انا استخدم الادويه دي؟ قال لك الادويه دي بتعمل فعل، وزي ما انا قلت لكم في اول محاضره لو عكس الفعل ده موجود وحاصل يبقى انا ادي الدواء، لو هو في براديكارديا ادي الدواء اللي بيعمل تاكيكارديا. فاهم يعني؟ لو القلب بطيء ادي الدواء اللي بيسرع القلب، انما لو القلب بالفعل سريع ادي دواء يسرعه. لا، يبقى لو موجود العكس بتاعه يبقى يتاخد، انما لو موجود نفس الدواء لا، يبقى ما ينفعش الدواء يتاخد. تمام كده، حاجه بديهيه جدا وسهله. فدلوقتي لو في تاكيكارديا ينفع اخد الدواء؟ لا، لان هو بيعمل تاكيكارديا. لو في اريزميا، الاريزميا هي التاكيكارديا يا دكاتره. تمام، لو في اريزميا او تاكيكارديا
ما ينفعش اخد الدواء. ليه؟ لان هو اصلا بيعمل نفس الفعل، فلو نفس الفعل موجود ما ينفعش ان انا ادي الدواء. لو في جلوكوما، ها جلوكوما هو بيعمل جلوكوما يبقى ما ينفعش اخده. طب لو في كونستيبيشن، هو بيعمل كونستيبيشن يبقى ما ينفعش اخده. لو في يورين ريتينشن نتيجه للبروستات انلارجمنت برضو ما ينفعش اخده. في حاجه اسمها بقى باراليتيك الياس، الباراليسيس ده يعني الشلل، يعني ريلاكسيشن للمصل. طب هو اصلا بيعمل ريلاكسيشن، طب ما انت عارف ان هو بيرديوس الموتيليتي. قلناها فين؟ قلناها في الجي اي تي، فين اهو اهو، ريديوس مين؟ الموتيليتي. تمام. طب هو بيرديوس الموتيليتي اصلا، والاليوس دي حته في السمول انتس، حته في الامعاء. تمام، هي الاليوم دي او الاليوس. فدلوقتي لو حصل في باراليسيس انا اخد الدواء، يعني هو اصلا ما بيتحركش، اخد الدواء اللي ما بيحركوش تاني، يبقى هو نفس الفعل بتاعه، يبقى ما ينفعش مين؟ اخده. هو كاتب عندكم يعني 4 نقط بس يعني النقط اكتر من كده بكتير، انت ممكن ان انت تقعد وتفهم. وزي ما انا قلت لك القاعده اللي انا قلتها لك دي، خلاص انت لو طبقتها ترتاح. تمام، ماشي. تعال بقى الحاجه، نقطه كمان، ان مكتوب عندك كلمه لابرينسايتس. لابرينسايتس دي يا دكاتره ده مرض في الميد اي، في الاذن الوسطى. تمام، بينتج عنه دوخه وكده. المهم يعني ان اهم نقطه فيه ان هو بيستخدم في الهايوسين. انا نسيت اقول لكم في موضوع الفوميتنج سنتر ده، ان الفوميتنج سنتر بتاع الموشن سيكنس اللي بيحفزه، او انا بالفعل قلتها، ان انت بيتحرك، بتقعد دماغك تتحرك على الجنبين. لما دماغك تتحرك على الجنبين في قناه واصله ما بين الودنين يا دكاتره، ما بين الودنين في منطقه كده ما بين الودنين، في قناه واصله. القناه دي بتبعت اشاره، الاشاره دي هي اللي بتحفز الجهاز، يعني هي اللي بتحفز المخ او الفوميتنج سنتر ده، ان هو ايه، ان هو يبدا ان هو يحصل قيء. تمام، فبالتالي الرابينسايتس دي زيها زي الموشن سيكنس، مين اللي هيستخدم فيها؟ الهايوسين. ما هو الهايوسين هو اللي كان بيستخدم في الموشن سيكنس. طب في حاجه اسمها مينيورز ديزيز. مينيورز ديزيز هو انت برضو حاسس ان الدنيا عماله تلف بيك، اللي هو انت انعدام توازن، كله انعدام توازن يا دكاتره، كله انعدام توازن. الموشن سيكنس برضو هو برضو انعدام توازن، مش قادر، انت دايخ، فبناء عليه بتبدا ان انت تقيء. فهما الاثنين دول، المرضين دول يعني المينيورز ديزيز واللابرينسايتس، بيستخدم فيهم مين؟ الهايوسين زي الموشن سيكنس، لان هما الثلاثه اصلا ليهم اتصال وثيق ببعض. ماشي، نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، وهي انت ازاي تحفظ الادويه بتاعت السنسيتك. دلوقتي احنا قلنا الادويه السنسيتك، قلنا الادويه السنسيتك انت ليه هتعمل ادويه سنسيتك؟ قلنا عشان تبقى سبيسيفيك، وعلشان يعني تبقى لوكال ايفكت، يعني تبقى سبيسيفيك في منطقه معينه. والحاجه الثانيه علشان تبقى كواترنري امين. يعني ايه كواترنري امين؟ يعني يبقى فيها 4 ذرات هيدروجين. طب لما يبقى فيها 4 ذرات هيدروجين تبقى مستقره، انما لو فيها 3 ذرات هيدروجين بس لا، ما تبقاش مستقره، هتبقى عايزه الكترون كامل، عايزه الكترون كمان. وعشان تاخد الالكترون كمان ده هتبوظ الجسم كله، حاجه اسمها فري راديكلز، تبقوا تاخدوا عنها بعد كده. طيب الادويه السنسيتك دي بقى بتسمى باسم الوظيفة اللي هي بتعملها، فإما إن هي تكون مثلا أنتي سيكريتوري، 4 أنتي يا دكاترة، 4 أنتي. تمام، هم 6 أدوية من ضمنهم 4 أنتي. أنتي إيه؟ قال لك أنتي سيكريتوري. زي مين؟ زي البايرنزيبين. فين البايرنزيبين يا دكاترة؟ في الجي أي تي أهو، أنتي سيكريتوري. البايرنزيبين اللي هو بيستخدم في البيبتيك ألسر ده، قلنا إن هو مين؟ أهو بيقول لك إن الإيفكتس بتاعت الجي أي تي أهي، ثانية واحدة أهو، الايفكتس بتاعت الجي اي تي اهو، ريديوس الموتيليتي نقص سكريشن، يعني مش السكريشن اكسبت. مين بقى اللي بينهبت السكريشن؟ اللي هو انتي ايه؟ انتي سكريتوري. مين؟ البايرنزيبين. ولذلك كنا بنستخدمه في علاج البيبتيك السر. تمام، لان البيبتيك السر ناتجه عن زياده مين؟ عن زياده الاتش سي ال. ماشي، في حاجه تانية الانتي التاني بقى اللي هو انتي سبازموتيك اهو، زي مين؟ زي البسكوبان. بعد كده الانتي باركنسونيزم، ده يعني ما اظنش ان انا هلاقيها هنا اهو، الانتي باركنسونيزم. تمام، اللي هو كان مين؟ بنزوتروبين. واحد كمان اللي هو الانتي ازماتيك، يعني اللي هيستخدم في علاج الازمه، اللي هو مين؟ الابراتروبيوم. هتروحوا برضو هتلاقوه في الريسبيراتوري اهو، الابره مين؟ اهو الابراتروبيوم ده كان بيستخدم في علاج مين؟ الازمه. تمام، يعني دي كلها برضو حاجات بديهية برضو، يعني بفتح بس دماغه مش اكتر، يعني زي الفيديو ده مثلا ممكن تعتبره كده زي مراجعة مثلا. ماشي،
بعدين الاتنين الباقيين اللي هو مدرياتكس، مدرياتكس يعني اللي بيوسعوا حدقة العين، زي ما احنا قلنا ان هو في الاي بيعمل مين، مدرييزس زي الاوكا والهوما ومين والتروبي، وقلنا السايكلو برضو نبهنا عليه واحنا بنشرح، تمام. وقلنا ان الاتروبين اهو زي ما احنا كاتبين ان هو بيستخدم في علاج الايرايتس. ماشي، فين؟ ماشي يا دكاترة، كده كام واحد كده؟ كده 5 ناقص واحد، اللي هو قال لك drugs for urine incontinence. يعني ايه urine incontinence؟ قال لك يعني سلس البول. سلس البول ده ان هو يحصل لك كده تسريب للبول، يعني نقطة او نقطتين ينزلوا، مش انيوريسيس. يعني انيوريسيس ده الدنيا سايبة معاك، انت فاهم؟ انما انكونتيننس ده يعني ممكن مثلا تعتبرها ان هي زي الانيوريسيس، تمام. فهو نفس النظام كده، تمام. دراجز فور يورين انكونتيننس اللي هو سلس البول، تمام. يعني الموضوع هو نفسه برضو، نفس الفكره ان هو هيسكر المحابس، تمام. طب نيجي بقى نحط تسكيمه لمين، للادويه السنسيتك كلها كده، نجمعها ونحط لها مين تسكيمه. ركزوا معايا بقى، القصه بتقول ان في واحد كان اسمه اوكا، طبعا اكيد كلكم عارفينه يعني، تمام. اوكا ده اتجوز واحده اسمها ايمي، اكيد مش ايمي سمير غانم، يعني ايمي تانية، تمام. وسافر البايرن، سافر المانيا، عارفين بايرن ميونخ، هو سافر بايرن دي، ماشي. فهم قرروا هناك اوكا وايمي، قرروا ان هم يفتحوا مصنع. طب يفتحوا مصنع محتاجين مواد خام، ايه المواد الخام اللي هيستخدموها؟ فايمي طلعت ابره وهو طلع منظار، تمام. وفجأة بقى في يوم بعد ما بقوا أغنية وكده، فجأة لقوا بيتهم بيولع، فقاموا قعدوا يضربوا كف على كف كده ويلفوا حوالين نفسهم، تمام. تعال كده بقى نفكر، أول حاجة أوكا اللي هو أوكا تروبيوم، دي واضحة. إيمي برضو إيمي تروبيوم، واضحة. بايرن اللي هو بايرن زبين. طب الإبرة، هي الإبرة تروبيوم. طب البس المنظار، المنظار ده دكاترة أي واحد بيلعب ببجي عارف إن منظار يعني سكوب، تمام. فهي بسكوب اللي هي بسكوبان، تمام. سكوب بان، بسكوبان، تمام كده. لقوا بيتهم، بيتهم اللي هو هوم، تمام، ماشي، اللي هو هوماتروبيوم، ماشي، بيولع عادي. بعدين قعدوا يلفوا حوالين نفسهم سايكلو، طبعا انت عارف ان سايكلو يعني دورية كده يعني، تمام. بعدين يضربوا كف على كف، يضرب تروب 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 تروبي تروبيكامايد تروبيكامايد، تمام. يبقى هو دي كل الأدوية تقريبا اللي موجودة. في برضو دواء اسمه داريفانيسين، ده يعني ابقوا احفظوه، يعني ده كل الأدوية ما عدا الداريفانيسين ده، ماشي. طب بالنسبة بقى ازاي اعرف انهي دواء شغال فين؟ قالك افتكر مثلا اول حاجة ان انت معجب بأوكا ده. أوكا ده يعني لو انت عارفه مغني مشهور، فانت حاجة الاعجاب، والاعجاب بيكون بايه؟ بالنظرة، تمام. فأوكا دي للعين، تمام. اوكا مع الهوم مع السايكلو مع الضرب، يعني اوكا واخر ثلاثة في القصة، يعني اول واحد في القصة واخر ثلاثة للعين، تمام، ماشي. بعدين ايمي، ايمي دي بتاعت اليورينري سيستم، يعني شوفوا انتوا بقى هتبصموها ازاي. البايرن بقى افتكر ان البايرن دي فيها سوائل كتير، افتكر ان بايرن ميونخ فيها بحار مثلا، فانت تعرف ان هي دي الانتي سيكريتور اللي فين، اللي في الجي اي تي. الابره افتكر ان في ابره فين، في الجهاز التنفسي عندك، يعني انت بدل ما بتتنفس مثلا هواء بتتنفس ابر، تمام. السكوب ده بقى واضح لان بسكوبان منظار المعده، دي مش محتاجه، بس افتكر ان هو انتي سبازموتيك عشان البايرن هو اللي انتي سيكريتوري، خلاص، ماشي. لقوا بيتهم بيولع، بيولع بيه، بيولع ببنزين، دي انا نسيت اقولها لكم، هو بيولع ببنزين، بنز تروبيوم. بنز دي افتكر ان الباركنسونيزم زي ما انا قلت لكم ان هو بيكون الجسم متنشن، فانت عايز تفك التنشن، هتفكها بايه؟ بالبنسه على طول، تمام. ماشي، وبعدين بس بقيت القصه بقى كده، يعني قلناهم في الاول، قلنا اول واحد واخر ثلاثه، الاربعه بيستخدموا في العين، ماشي. بس هو ده كل اللي انا كنت عاوز يعني اوصله لكم، ارجو ان انا اكون يعني وضحت النقط اللي ما كانتش متوضحه قوي. كل الدنيا كده اظنها بقت سهله جدا، وربنا يوفقك يا رب.